السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم النهاردة عن موضوع القضاء على حشرات الحمام باستخدام خل التفاح. خل التفاح للقضاء على حشرات الحمام. طبعا حضراتكم شايفين الحمام بيستحمى. احنا داخلين دلوقتي على فصل الشتاء، على فصل الصيف، اسف، الربيع والصيف بتكثر فيها الحشرات. كنا في الشتاء بنحمي مرة كل شهر، لكن دلوقتي هنحمي في الصيف او ابتداء من دلوقتي هنحمي مرة كل اسبوع. احنا عبينا نخلي التفاح 50 سنتي، هنضيفهم على حوالي 20 لتر من المية. من استخدام خلي التفاح امن، حتى لو شرب منه الحمام فهو هيعالج او وقاية من الكنكر ووقاية من امراض كتير. لكن هو مش موضوعنا ان هو الخل التفاح للعلاج، لكن احنا هنتكلم موضوع النهاردة عن حشرات الحمام. حشرات الحمام اللي هي بتقلل الانتاج، وهي من ضمن اسباب البيض الفارغ. واهم الحشرات دي اللي هي ذبابة الحمام، وبعد كده السوس، بعد كده الفاش. الثلاث انواع دول هم دايما غالبا اللي هم بيصيبهم الحمام، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. حشرات الحمام تنقل الامراض للحمام مثل الكنكر والجدري المائي والجص والسلمونيلا والكوكسيديا. اولا اللي هو الخل اللي احنا زي ما عملناها دي الوصفة طبيعية وامنة تماما. هنضع زي ما قلنا 20 لتر على 50 سنتي خل تفاح لاستحمام الحمام، ورش المكان ايضا. يعني هنعمل كده، هنعبي من نفس الخلطة بالخاخة بتاعتنا زي دي، ونرش بها في المكان، نرش المكان كله. ولو رشيت على الحمام مفيش مشكلة، طارد قاتل للذباب الحمام اللي هو اكتر حاجة موجودة ويقضي على كل الحشرات. وممكن تضيف عليها كيس ملح، في ناس بتعمل كده لكن انا ما عملتش كده. في ناس بتضيف عليها كيس ملح وترش برضو منه المكان. في النهاية ما ترميش المية دي، برضو لازم تستفاد بيها بعد ما تخلص استحمام تاني يوم. تكنس المكان كويس وترش المية دي في المكان، على الحيطان وعلى الارضيات، بأي حاجة، مش لازم بالبخاخة زي كده. المهم تستفاد من المية اللي بالخل دي، رش بها الارض والحيطان، هتقضي لك على باقي الحشرات. كنا استخدمنا قبل كده اللي هو نصر الاسيون ده لرش المكان. ده العبوة دي بتيجي من عند اللي بيبيع مبيدات زراعية يا جماعة، وبذور الزراعة، وكمان النوع ده. النوع ده اللتر فيه ب 300 350 جنيه. هو قال لي ان هو امن، فانا رشيت بيه المكان قبل كده. اللي عايز يستخدم دول في الرش يستخدمهم عادي، مفيش مشكلة. المهم يسأل اللي هو هيشتري منه ويتأكد ان النوع اللي هو هيجيبه امن. ده لرش المكان مش للاستحمام يا جماعة. لكن النهاردة انا استخدمت الوصفة كلها بالخل. زي ما قلنا نصر السيون ده ب 20 جنيه، وانا جايب دول الشوية دول ب 10 جنيه. ده اسمه ميتاك، من ازازة كبيرة زي كده. ده اسمه ميتاك، ازازة لتر اكبر من دي كمان. ده اسمه ميتاك، ده كويس، انا مجربه قبل كده امن برضو. المهم ان انت تكون متأكد منه ان هو امن عشان ما يديكش حاجة تانية، وما تشتريش من على الرصيف او من الشارع. بما اننا الان سنقوم باستحمام الحمام مرة كل اسبوع، فهنا استخدمنا خل التفاح علشان هنستخدم بعد كده طول فصل الصيف موضوع خل التفاح ده مرة كل اسبوع. مش هنغيب على الحمام اللي هو الشهر وكده. الحمام زي ما انتم شايفين عايز يستحمى ازاي. كيف تؤثر حشرات الحمام على الانتاج؟ الحمام بيهرش، هتلاقي الحمام بيهرش وبيعيقه من اتمام عملية التزاوج. وايضا الحمام برضو ممكن يسيب البيض من كثرة الحشرات، الدبانة هتزهقه
والحشرات هتقعد تقرص فيه وتاكل في جسمه وفي الريش بتاعه، هيسيب البيض وتقول هو ساب البيض ليه. كما ان الحشرات كمان ممكن تقتل الزغاليل، ممكن تاكلها، تلاقي السوسة تحت الزغلول في الفرشة تاكلها، والحشرات كمان تتكاثر في فرشة الحمام، خاصة الفرشة الرطبة مش الجافة. الفرشة لما تكون رطبة بيحصل فيها حشرات الحمام، بتفقس فيها وتتوالد، حيث تتكاثر في فرشة الحمام حيث يوجد فيها البيئة المناسبة للتكاثر. نظافة المكان والرش بالمبيد او الخل زي ما احنا عملنا كده، ثم استحمام الحمام سواء بليسيون، وريكم الليسيون اللي احنا استخدمناه قبل كده، اللي عايز يشوف الفيديو هيلاقيه نسيبه له في صندوق الوصف. عملنا استحمام الحمام بالليسيون ده بشري، بيستخدم لشعر الاطفال يعني حشرات الشعر البشري. والنوع كمان ان ما لقيتش ده، فيه كمان نوع تاني كمان معانا اهو، النوع ده توكسومسرين، برضه اسيب لكم الفيديو بتاعه اهو للهرش وللمضاد للهرش والحكه، بشري برضه للشعر. فالاتنين دول امن، احنا عملنا بيهم قبل كده، بس في ناس مش هتلاقيهم. وايضا رش الجير تحت الفرشة، يبقى انت تنظف الفرشة وترشها بالجير، وفي الارضيات دايما تأكد من انتهاء الطعام ولا تترك طعام باقي امام الحمام، وامنع الرطوبة، دايما تشيل اي الاماكن الرطبة اللي تكون بيئة صالحة لفأس الحشرات. السوس اللي بيكون في ريش الحمام ده تالت حاجة. السوس تاني حاجة، السوس اللي بيبقى حضرتك ممكن ما تشوفوش الا بفحص الريش جيدا، وممكن تفحص الريش ايضا وما تشوفوش، لان هي بتبقى سوسة صغيرة جدا، تلاقي نقط سودة كده بسيطة بتبقى متخليها الحمام يهرش زي ما حضرتكم شايفين كده، احنا مش شايفينها لكن الاستحمام ده بيقضي عليها ان شاء الله. الفاش ايضا اللي بيضايق الحمام وبيضايق المربي، يعني شوف الفاش لما يكون في الحمامة تعمل ايه. الناس اللي عارفة الفاش وجربت لما يطلع عند حمامه كده وينزل يلاقي في جسمه فاشة واحدة بس، شوف بتعمل فيه ايه. ما ادراك بقى ان الحمام بيكون فيه فاش كتير، بيقعد يتهرش ويسيب البيض وما يعرفش يتزاوج ولا يعرف حتى يأكل ولاده ولا يعرف يعيش حياته خالص. طيب كده احنا خلصنا الفيديو اللي هو خل التفاح لاستحمام الحمام والقضاء على حشرات الحمام. احنا عملنا الفيديو ده فيديو مختصر في قناتنا التانية الجديدة اللي هي اسمها معلومات في تربية الحمام، نرجو منكم الاشتراك في القناة الجديدة وقناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. احنا غيرنا اسمها، بدل ما كانت مشروعات صغيرة وافكار حديثة غيرنا اسمها مشروعات صغيرة وتربية الحمام. نرجو الاشتراك في القناتين اللي لسه ما اشتركش، وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.